السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شكرا جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حعمل معاكم كريم للترطيب والتفتيح، سواء كان مع الدخان، مش بيزيل القشرة لكن بيرطب الدخان، على طلب الأخت لولو. وبس ما حبيت أخر عليك، إن شاء الله يتم لأختك بالسلامة يا رب ويسعدها ولجميع الشباب والشابات. لكن قبل ما نبدأ في الفيديو، يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكمان مشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، وإن شاء الله حتى لو كل واحد من المشتركين والمتابعين شارك الفيديو مع 2 فقط من الأصدقاء والأهل، بجد بيكون ساهم معنا في انتشار الفيديو. وبكرر شكري مرة ثانية للميد ألف مشترك، وبإذن الله عن قريب جدا حنعمل هدية على القناة، خلوكم يعني قريبين. ومعلش المقدمة طويلة، ويلا خلينا نشوف إن شاء الله المكونات. بداية هحتاج لي زبدة الشيا، وفعلا من الأخوات سألوني عن استخدامات زبدة الشيا، بجد استخداماتها جميلة جدا، مفيدة في الترطيب وفي التفتيح العميق، توحيد اللون. أنا زبدة الشيا جبتها من ذا بودي شوب، لكن ممكن تجيبوها من أي عطارة يعني متوفرة زبدة الشيا. خلاص ده المكون الأول. إذا ما عندك زبدة الشيا ما متوفرة، ممكن تستخدم بدل منها الشمع العسل، معروف يعني لونه أصفر، بتلقوه برضو في العطارات. خلاص بستخدم برضو من ضمن المكونات، هستخدم الجليسرين، يا ريت لو تجيبوا الجليسرين الطبي يكون من الصيدلية. وهحتاج لي قليل من بودرة الأطفال، وحنحتاج لي زيت اللوز، طبعا زيت اللوز جميل جدا في التفتيح وفي شد البشرة. هنحتاج قليل من كريم للأسود، وهنحتاج كمان بالتأكيد لإناء أو علبة عشان تضعي فيها الكريم. خليني بس أقول لكم يعني معلومة مهمة، إذا هتستخدمي الشمع لازم تعمل طبعا للمكونات تعملي لها حمام مائي، لأنه الشمع ما بيدوب إلا من خلال تسخينه، فلكن يفضل تعمليه حمام مائي بدل من وضعه مباشرة على النار. خلاص، لكن بالنسبة لي اللي هيستخدم زبدة الشيا شكلي كده جعانة. زبدة الشيا حيستخدمها يقوم يعني يستخدمها عادي يعني ما بتحتاج لي. لكن صراحة ما عارفة حقة العطارات، يا ريت تكلموني عنها هل بتكون جامدة ولا لا. صراحة ما حصل جبتها، دائما بجيب من ذا بودي شوب، بتكون سايلة يعني ما بتحتاج لي نار وكده. فيلا خلونا نشوف، حنضع من كل المكونات السايلة حنضيف ملعقة، وبالنسبة للمكونات الجامدة شوية هنضيف ملعقتين. أضع المكونات إن شاء الله مع بعض وأرجع لكم. ده كده شكل زبدة الشيا من الداخل اللي هي تبع ذا بودي شوب. زي ما ملاحظين ما بتكون جامدة خالص، بتكون يعني لينة، فحاخد منها ملعقتين وبعد كده نشوف بقية المكونات. بعد كده هستخدم ملعقتين برضو من كريم بلوسويد، وارجع واذكر انه اذا استخدمتي الشمع العسل طبعا لازم تعملي له حمام مائي علشان المكونات تتجانس مع بعضها وتمتزج. هضيف ملعقتين في الاول، هامزج المكونات دي مع بعض كويس جدا، حتى بعد كده اضيف بقية المكونات. كده خلاص مزجت زبدة الشيا مع الكريم بلوسويد، وهأضيف رشات من بودرة جونسون. طبعا بودرة جونسون الهدف منها انها تديكي ملمس يعني بجد جميل شديد، ملمس حريري اشبه ببشرة الاطفال، يعني ما تكتر، المهم حاول تكون مقدار ملعقة كافية جدا. بعد كده تحرك المكونات ونضيف بقية المكونات السائلة. بعد خلطنا المكونات الثقيلة هنضيف السائلة اللي هي عندي زيت اللوز. إذا ما عندي زيت لوز ممكن تستخدمي أو تستعوض عنه زيت قطرات من زيت الشاي أو فيتامين إي، برضو بيديكي نفس الغرض. هضيف ملعقة واحدة من زيت اللوز أو حبة فيتامين إي واحدة، وبعد كده هضيف ملعقة واحدة من الجليسرين،
يفضل زي ما قلت لكم الجليسرين الطبي بيكون افضل واضمن. بجد الخلطة دي جميلة شديد. الجليسرين مفاتح افتحه ان شاء الله وارجع لكم. هنضيف ملعقة واحدة من الجليسرين. والمرة دي صراحة انا حبيت اعمل كل المكونات قدامكم لانه كثير من الاخوات قالوا انه يا ريت لو تضع المكونات يعني امامنا او قدامنا، فعلشان كده اضفتها على الشاشة. بعد كده هحرك المكونات دي كويس جدا وارجع اقول لكم طريقة الاستخدام. كده خلاص مزجت المكونات كلها مع بعض. ملحوظة مهمة، اذا عايزة القوام كريمي زي كده طبعا هتضعي كمية الكريم اكتر اللي هي ملعقتين ملعقتين من الكريم، ولو عايزاها قوام زيتي هتضيفي ملعقتين زيت مقابل ملعقة واحدة من الكريمات. الخلطة دي بتجي زي ما قلت لكم جميلة شديد، بالذات تستخدميها بالليل، بترطب الجسم جدا وبتفتح، وبجد الملمس بيكون يعني مختلف تماما مثل بشرة الأطفال. الأخوات اللي بيعملوا دخان، أرجع وأقول الأخوات اللي بيعملوا دخان ممكن تستخدمي الخلطة دي بالليل برضو، بترطب جسمك جدا، ما بتخلي فيه تشققات للدخان، وفي نفس الوقت ما بتزيل قشرة الدخان. فبتمنى ان شاء الله تجربوها، الخلطة دي بجد جميلة شديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب، ومعليش طولنا الفيديو اليوم لكن ضروري كان اعمل المكونات او المزج كان امامكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. لكم مني خالص الود والتقدير، وفي امان الله.